أثار ظهور مجسم في ورش مخزن بالحي الصناعي الجديد بيزناتا الجدل في الساعات الأخيرة. المجسم الذي عُطر عليه مساء أمس الخميس عبارة عن قطعة خشبية مطلية بورق الألمنيوم ونقش أسفلها اسم إحدى الشركات التي تشتغل في قطاع توزيع المواد الكيميائية لجميع الصناعات، وفتحت السلطات المحلية بحثاً قضائياً في الموضوع لإماطة اللتام عن أسباب ظهور المجسم بالورش. وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع لو 360 فإن الأمر يتعلق بحملة ترويجية متعمدة للشركة المذكورة أخذت مساراً آخر وأثارت الجدل.